تصنع الشكشوكة من خبز لا تهم دقته ولا مدة طهيه، بل يؤخذ كعجينة صغيرة يلقى على صفيحة مستديرة لينضج بعد أقل من 5 دقائق، ثم يقطع في لا مبالاة ظاهرة، بينما تطهى كمية صغيرة من اللحم في حساء خضار محلي بدون تكلفة تقريباً. بعدها يلقى الخبز في الحساء ويخلط المجموع. وليس غريباً أن يقطع جزائريون مسافات طويلة متوجهين إلى مدينة بوسعادة جنوب العاصمة لتناول الشكشوكة، فمذاقها هناك يختلف عن تلك التي تباع في محلات الأكل التقليدي في مدن الشمال، فهي ألذ طعماً، وما يميزها التوابل المستخدمة التي تجعل مذاقها ساحراً ومميزاً. بعد أن استمعنا أعزائي إلى تاريخ وقصة هذه الأكلة الجزائرية الأشهر، سنستعرض معكم المكونات الضرورية لإعدادها، لكن لابد من الإشارة إلى أنه توجد من بين أنواع الشكشوكة نوع خاص وهو الشكشوكة بظفر، واليوم سنستعرض أهم مكوناتها، فتعالوا لنبدأ سريعاً. كيلوغرام من السميد الناعم، نصف ملعقة كبيرة من الملح، نصف لتر من الماء، زيت، زبدة، كيلوغرام من لحم العجل بالعظم، 5 بصلات، 8 فصوص من الثوم، 3 قرون من الفلفل الحار، 2 منها مشوية، 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، 1 لتر من الماء الساخن، 1 حبة من اللفت، 2 جزرتان، 2 حبة من الطماطم، 2 حبة من البطاطا، 500 جرام من الكوسة، 1 مكعب من مرق اللحم، 1 كوب من الحمص الحب. أما البهارات التي تحتاج إليها طبخة الشكشوكة فهي الملح، الفلفل الأسود، 1 ملعقة صغيرة من الكركم، 1 ملعقة صغيرة من البابريكا، 1/2 ملعقة من الفلفل الأحمر، الزبدة بالفلفل الأحمر الحار، رشة صغيرة من الفلفل الحار المطحون. أما طريقة التحضير فهي كالتالي: جهزي العجينة، اخلطي السميد والملح وأضيفي الماء بالتدريج، استمري في العجن 10 دقائق على الأقل، وبعد أن تكون العجينة لينة وناعمة قسميها إلى كرات واتركيها لترتاح. الآن ضع المقلاة على النار الهادئة إلى حين تسخينها دون أن تدهنيها بأي شيء. رش الطاولة التي تستخدمينها بقليل من الطحين وابدأ بفرد كرات العجينة بشكل أسطواني. بعدها ضعيها في المقلاة مع مراعاة عملية التقليب لتتجنبي حرقها. ارفعيها من المقلاة مباشرة على فوطة المطبخ، وضعيها داخل كيس بلاستيك لتحافظي على طراوة العجينة. كرر العملية مع بقية العجينة. لمنع التصاق الخبز، ادهنيه بالزيت النباتي وبالزبدة، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة على شكل مكعبات بواسطة إصبع يدك. ضع الماء في القدر المناسبة على درجة غليان مناسبة، وضع الشكشوكة في القطعة التي فيها ثقوب واطبخيها عن طريق البخار. مع بداية خروج البخار، أخرجي الشكشوكة واسكبيها في وعاء مناسب ورشيه بقليل من الماء. فككي حبيبات العجينة برفق كالبرغل مثلاً، ثم أرجعيها في وعاء البخار مرة ثانية. الآن اهرسي البصل والثوم معاً إلى أن يصبح المزيج ناعماً جداً. ضعي ملعقة من الزبدة والزيت في وعاء الطبخ على النار بدرجة هادئة إلى أن يسخن، ثم أضيفي مطحون البصل والثوم وجميع المكونات. ابدأي بالتقليب إلى أن يتم قليها بشكل خفيف، ثم أضيفي الطماطم بعد تقشيرها وتقطيعها. أضيفي اللفت والبهارات والحمص مع مواصلتك المستمرة بالتقليب والقلي، وأضيفي مكعب المرق والجزر واقلي المكونات حتى يكتسب البصل لوناً ذهبياً. أذيبي معجون الطماطم بالمياه، وبعد خلطها ضعيه في القدر واتركيه على نار هادئة حتى تطرى اللحمة.
أضيف إلى الخليط الكوسة والبطاطس، وضع المرقة من الخضر واللحمة. أرجع المرق المصفى على النار حتى الغليان. ضع الشكشوكة في قدر مناسبة وابدأي بصب المرقة عليها مع التحريك. أضيفي معها الزبدة مع التحريك. حافظي على شكلها كالمعكرونة وحبيبات البرغل. قدميها في طبق مزين بالحمص والخضر واللحم وقطع الزبدة بنكهة الفلفل الحار الذي تم تقطيعه للتزيين. وهكذا تصبح الأكلة الجزائرية الأشهر على مائدتك في وقت الإفطار.